بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. في حصة مكونة تاريخ سنقوم بإتمام درس الحروب الصليبية، المواجهة واحتكاك الحضارات. تعرفنا في الحصص السابقة على ما المقصود بالصليبية، وكذا مراحل الحملات الصليبية، ثم أسباب قيام المسيحيين أو الصليبيين بحملاتهم على الشرق الإسلامي. أما في حصة اليوم فسوف نتعرف على أهم معركة خاضها المسلمون مع الصليبيين، والتي اعتبرت معركة حاسمة في مواجهاتهم وفي تغيير أهداف الصليبيين في حملاتهم، ألا وهي معركة حطين، والتي كان قائدها صلاح الدين الأيوبي. فحطين توجد بمنطقة بيت المقدس بفلسطين كما تلاحظون معي في الخريطة هنا. ووقعت هذه المعركة في 4 يوليوز لسنة 1187 ميلادية، الموافق ل 25 ربيع الثاني لسنة 583 ميلادية، وحيث انتصر فيها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وللإشارة فقط وكتعريف لهذه الشخصية، يعد صلاح الدين الأيوبي قائدا عسكريا ومؤسس للدولة الأيوبية التي وحدت مصر وبلاد الشام ومجموعة من الدول الإسلامية الأخرى. وقاد صلاح الدين الأيوبي عدة حملات ومعارك ضد الصليبيين الأوروبيين في سبيل استعادة الأراضي المقدسة بفلسطين، وخاصة القدس التي كان الصليبيون قد استولوا عليها في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، وقد تمكن في نهاية المطاف مع استعادة معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها القدس بعد أن هزم الجيش الصليبي ببيت المقدس في معركة حطين. ولمعرفة تفاصيل هذه المعركة لدينا في الوثيقة واحد صفحة 72 من كتابكم المدرسي نصا تاريخيا الذي يتحدث عن أهم أحداث هذه المعركة والخطة العسكرية التي نهجها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي. إذن لنقرأ النص. أصبح صلاح الدين الأيوبي والمسلمون يوم السبت فركبوا وتقدموا إلى الفرنج، فاقتتلوا وهم يقابلون سائرين نحو طبرية لعلهم يريدون الماء. فلما علم صلاح الدين مقصدهم وقف بالعسكر في وجوههم، وكان بعض المتطوعة قد ألقى في تلك الأرض نارا، فاشتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال، فوهنوا لذلك وهنا عظيما، فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرها، فارتفع من بقي من الفرنج إلى تل بناحية حطين، فشد القتال عليهم من سائر الجهات، ولم يتمكنوا من نصب خيمة غير خيمة ملكهم. نستنتج من هذا النص التاريخي أن صلاح الدين الأيوبي قام بوضع خطة محكمة من أجل الإيقاع بالصليبيين وهزيمتهم، إذ قام جيش المسلمين بمحاصرة المسيحيين لمنطقة طبرية، وهي مدينة فلسطينية قريبة لحطين، إذ يوجد في هذه المنطقة مورد للماء أو منبع للماء. وقد علم صلاح الدين الأيوبي بتوجه المسيحيين إلى هناك من أجل التزود بالماء بسبب حرارة جو فصل الصيف. لكن جيش المسلمون قام كذلك بإشعال النار من أجل أن يزيدوا من شدة عطشهم ومحاصرتهم في منطقة تزودهم بالماء وإجبارهم على الاشتباك معهم. ومع حرارة الجو وحرارة النار التي أوقدها المسلمون وهنت قوة الصليبيين، وبالتالي محاصرتهم في منطقة حطين وهزيمتهم وفوز المسلمين في هذه المعركة. فالنص 2 أو الوثيقة 2 في نفس الصفحة التي تتحدث عن نتائج هذه المعركة. إذن لنقرأ النص من أجل استخراج مضامينه. وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم وألقوا خيمة الملك وأسروهم على بكرة أبيهم، فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم أسروا واحدا، من يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا واحدا. نستنتج من النص أن المسلمون قاموا بهزيمة الصليبيين عبر قتل جنودهم وأسر ما تبقى منهم، وبسبب قوة المسلمين آنذاك والتي كانت تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي، هو تجهيز قوي من المسلمين والخطة المحكمة من أجل الإيقاع بالمسيحيين الصليبيين. ومن بين نتائج هذه المعركة كذلك الخريطتين أو الوثيقة 3 ألف صفحة 72 من كتابكم المدرسي. فالخريطة تتحدث عن الإمارات أو المناطق التي أنشأها الصليبيون
بالشرق الإسلامي قبل معركة حطين. فكما نلاحظ أن الصليبيين قاموا بإنشاء مجموعة من الإمارات كإمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس وإمارة القدس. لكن بعد معركة حطين وانتصارات صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين طبيعة الحال تغيرت كذلك خريطة المنطقة فأصبحت على الشكل أو على شكل خريطة باء أو ثلاثة باء. فكما تلاحظون اختفت مجموعة من الإمارات الصليبية وتراجعت حدود بعض منها، بينما نلاحظ حدود أو ظهور حدود لدولة صلاح الدين الأيوبي، وهذه المناطق تابعة لهذا القائد. هي تعتبر مناطق تابعة للدولة الأيوبية التي أسسها هذا القائد المسلم الشجاع. وإذا وبعدما تعرفنا على أحداث معركة حطين والتي كانت سببا في تغير أهداف الحملات الصليبية من أهداف استعمارية واحتلالية إلى أهداف تجارية، والتي كانت سببا في اندماج الحضارتين الإسلامية والمسيحية، وتفاصيل هذه الأحداث سنتعرف عليها في الحصة المقبلة إن شاء الله. أما الآن فسأقوم بكتابة درس حصة اليوم في دفاتركم. تحية خالصة لكم وعيد مبارك سعيد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.